سيف النصر احمد، امين السياحه بمحافظه الجنوبيه في مصر، ونائب جمعيه المركز العربي للاعلام السياحي المصري. كلمنا ازاي بقى النشاط السياحه والمؤتمر الصحفي بتاع النهارده، ايه رايك فيه؟ اولا هو ليس بعيدا عن المركز العربي للاعلام السياحي اللي ليه حتى الان 15 جمعيه و15 فرع على مستوى الوطن العربي، وهو هدف تنشيط السياحه وجعل مصر في قائمه في قائمه السياحه العربيه للعالم العربي. ولذلك كان تدشين المنطقه اليوم تدشينه من جمهوريه مصر العربيه من القاهره. احنا النهارده بنقول احنا نسعى لتنشيط السياحه، ولكن هناك عمل ثابت من المركز العربي للاعلام السياحي وهو اكتشاف المناطق المهملة سياحية، ولذا تعلقنا بهذا الموضوع لأن الاهتمام بهذه المناطق والقناطر الخيرية التي كانت في عصر النهضة، عصر محمد علي، كان مهتم بها وجعل منها حضارة وتاريخ، وكانت تسمى سويسرا الشرق، وتسمى في عهد محمد علي أم الزيوت. احنا نسعى لتنشيط السياحة ليس من أجل السياحة فقط، ولكن من أجل المرافق العامة التي تخدم المواطن في هذه المنطقة التي تكتشف سياحياً. انت قلت لي حتة كده اذا اردت ان تشغل المواطن او تلعب به الكرة فحول اي مشكلة اقتصادية الى مشكلة سياحية. طب ازاي بقى نبعد عن ده؟ بتناشد المسؤولين الثقافة والفكرة. احنا عندنا ضعف الثقافة في الاجيال في الفترة الاخيرة وانخفاض مستوى التعليم ادى الى انهاك جيل. هذا الجيل هو جيل وسيط بين جيل الفراعنه وجيل المثقفين القادم بعد هذه المرحله. شكرا.